ينعقد بعد غد الأحد مؤتمر الرياض الأول للحوار اليمني بحضور القوى اليمنية الوطنية، وتتصدر مناهضة الانقلاب والتأكيد على الشرعية مسودة جدول أعمال مؤتمر الرياض. قال رئيس مجلس المقاومة الشعبية بمدينة عدن وكيل المحافظة السيد نايف البكري أن المقاومة الشعبية في عموم محافظات الجنوب مستمرة ولن تتوقف حتى تحرير كافة المحافظات من وجود القوات الموالية للحوثيين وصالح. قتل 20 مسلحا حوثيا واستشهد 2 من رجال المقاومة الشعبية في تعز بعد تجدد الاشتباكات في منطقة حوض الأشرف، وكانت ميليشيات الحوثي وصالح في تعز جددت خرق الهدنة الإنسانية لليوم الثالث على التوالي، حيث شنت هجوما على مواقع سيطرة المقاومة الشعبية والتي ردت بقوة على الهجوم ودمرت مدرعة BMP تابعة لميليشيات الحوثي وصالح. اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي وصالح في منطقة السبرة بمديرية ذي ناعم في البيضاء. تظاهر المئات من أبناء محافظة إبا اليوم الجمعة مجددين دعمهم للحكومة الشرعية بقيادة الرئيس هادي ونائبه بحاح، معلنين دعمهم للمقاومة الشعبية ورفضهم للميليشيات الحوثية. نفذ المئات من أبناء محافظة الحديدة وقفات احتجاجية أمام عدد من جوامع المدينة بعد صلاة الجمعة مطالبين بسرعة الإفراج عن عشرات المختطفين من قبل ميليشيات الحوثي منذ شهر. كما أدان المحتجون استمرار اختطاف ميليشيات الحوثي للشيخ عبد الملك الحطامي إمام جامع عثمان بن عفان وخطيب ساحة التغيير. ارتفع عدد الشهداء الذين سقطوا جراء اعتداءات ميليشيات الحوثي على المشاركين في الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نفذت منتصف الأسبوع الماضي في مديرية شرس محافظة حجة إلى 4 شهداء. تفقد قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن عبد الرب الشدادي الجرحى بهيئة مستشفى مارب العام الذين أصيبوا أثناء أداء واجبهم الوطني في التصدي للانقلابيين ميليشيات الحوثي وصالح في جبهة القتال في صرواح والجدعان.